السلام عليكم. لا سوسة لا ترجي لا والو، فيراج الافريقي مع البلو، هذيك الحقيقة. تحية النادي الافريقي وتحية لجماهير النادي الافريقي كل. مبروك علينا الانتصار ضد اتحاد تطاوين بنتيجة 4-1. الاهداف معناها عن طريق نادر الغندري، شهاب العبيدي، راني العزوني، وزهير الذوادي عن طريق ضربة جزاء. تطاوين ذلت الفارق في دقيقة 92 وقت اللي هبط غازي عبد الرزاق. غازي هبط من هنا وتطاوين سجلت في دقيقة 92، يعني غازي عبد الرزاق انتهت المأمورية نتاعو في النادي الافريقي. وماذا بينا سعيد السايبي ما عادش يلعب، وما دامك مازلت شاد في النادي الافريقي ومازلنا حاطينك في النادي الافريقي ما عادش لعبوا غازي عبد الرزاق، كارثة على النادي الافريقي. ورد بالك تلعبوا في مقابلة المستير ومقابلة الترجي ومقابلة النجم الساحلي. فريق النجم الساحلي انتصر بنتيجة 2-1 مع الاتحاد المنستيري، ينفرد معناها بالصدارة ب 12 نقطة. احنا اصبحنا في المرتبة الثانية ب 8 نقاط، الاكثر فارق اهداف معناها هو اللي عند النادي الافريقي عندنا ايجابي 4 اهداف. النجم الساحلي صاحب المرتبة الاولى عنده ايجابي 3 اهداف، الترجي ايجابي 1. يعني اول مرة عندنا تو يمكن 15 سنة النادي الافريقي ما وصلتش عندها ايجابي في الاهداف اكثر من فريق الترجي والنجم في المراحل المتقدمة من البطولة. يعني المرة هذه عندنا إيجابي 4 أهداف، حاجة ممتازة جدا. 4 يعني فارق، وهذه حاجة معناها باهية بالنسبة للانتصار هذايا اللي حفظ ماء الوجه. والانتصار هذايا راهو انتصار لجماهير نادي الافريقي لا أكثر لا أقل. الانتصار جابوه جماهير نادي الافريقي، يعطيهم الصحة، نشكرهم ونحييهم. والجماهير اليوم كانت حاضرة، 20,000 متفرج معناها بعد الهزيمة ضد الأولمبي البازي والانسحاب. معناها نلقاو جماهير نادي الافريقي الوفية كالعادة متواجدين بكل قوة ويشجعوا في ناديهم، يعطيهم الصحة. شابو للشعار نتاع النادي الافريقي. إذا كان مش نقولوا شابو، راهو جماهير النادي الافريقي اللي تحب الشعار نتاعها، راهو مهما كانت النادي الافريقي ومهما كانت الوضعية نتاعنا نبقاو ديما نشجعوا في الشعار نتاع النادي الافريقي والكيان نتاع النادي الافريقي، راهو معمرنا ما ننساوه حتى ولو انهزمنا. ألا غالب هذيك هي الكرة، ما عندناش حتى حلول، حتىش تمشي الهيئات هذيا، حتىش يمشي والملاعبية هذوما. راهو الانتصار نتاع اليوم ما جابوهوش الملاعبية، راهو الانتصار هذايا جابوه الجمهور. وبالنسبة للملاعبية نتاع النادي الافريقي ما تصوروش اللي انتم عملتوا حاجة كبيرة. اذا كانكم رجال بالحق وباش الجماهير النادي الافريقي باش تسامحكم ومعناها ونعديوكم الهفو اللي عملتوه ضد اولمبي الباجي اللي هي هفو عظيمة برشا. يا خويا المقابله الجايه ضد الاتحاد المنستيري تمشيوا الغادي، ما نقول لكمش الانتصار. يا خويا كي تجيب لي تعادل من المستير نقول لكم يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه. ولو ان المستير راهو مش باش تجي سيد بوغليده كان مع النادي الافريقي، هاي كان هزمت اليوم ضد باجن، هزمت ضد ليتوال، هزمت ضد الترجي، يعني ماهيش ضد النادي الافريقي باش تردوا لنا فريق يعني. ولكن احنا بالوضعيه اللي عند النادي الافريقي بالمستوى اللي قدموه ملاعبين النادي الافريقي واللي قاعدين يتفرجوا فيهم على مر الاعوام هذيا، بالطبيعه ما همش فريق كبير. فلذا نكونوا عندنا احتياط كبير ياسر من اتحاد المنستيري. راهي نتيجه تعادل ضد المنستير راهي نتيجه ممتازه جدا، على خاطر مش تكون برشا مواجهات مباشره بين ليتوال والنجم والافريقي وصفاقس ومعهم المنستير. فلذا نوصلوا ننتصروا على الفرق الصغيره كيف ما قاعدين نعملوا طويكه، انتصار على باجا، انتصار على تطاوين، تعادل مع صفاقس في صفاقس، ان شاء الله تواصلوا في البطوله. معناها تعادل اخر ضد المستير كان جاء انتصار فرحه، صح وفرحه. كان ما جاش الانتصار التعادل راهو حاجه باهيه. حذاري حذاري من تلعيب غازي عبد الرزاق، راهو اخترع على النادي الافريقي. كيف كيف المقابله الجايه ضد المنسير يلعب رامي البدوي، المقابله اللي بعدها اللي مش تكون ضد النجم الساحلي في ملعب رادس، ماذا بينا الملاعبيه نتاع النجم الساحلي ما يلعبوش. وراهو انا ناكد لكم وردوا بالكم حتى رامي البدوي تعوضوه باي لاعب اخر، المهم ما يلعبش رامي البدوي على خاطر فريقه ينجم يتعاطف، احنا نولوا نلعبوا باش ننتصروا، ينجم تصير لنا حاجه. نفس الشيء المقابله ضد النجم الساحلي، راهو كان نلعبوا لها هجمات معاكسه نربحوها، النجم الساحلي تخرطت علينا. كان مش تلعبوا لها سيطره وتحاولوا تسيطروا عليها، راهي تنجم تمركينا بونتو كالعاده ونطلعوا خاسرين، ما حاش تنجم نطلعوا خاسرين. المقابله الدربي هذيك حاجه اخرى، وهذيك احكام اخرى باش نستضيفوا احنا، هذيك نلعبوها مقابله القرن، نلعبوها معناها المقابله اللي نركزوا فيها حياتنا كامله باش نربحوا، حاشتنا باش نربحوا فريق الترجي
وفي نفس الوقت نتقدموا في سلم البطولة. كما قلت لكم أول العام لولا أشباه اللاعبين اللي نكسوا براية النادي الإفريقي اللي حشمونا اللي خلاونا معناها الناس توصل تضحك علينا على خاطر النادي الإفريقي ينهزم معناها ضد باجة وينهزم عمناول في الكاس يعني هزائم ما كانتش على البال. النادي الإفريقي في ظل الهيئات هذه المتلاحقة معناها من يوسف العلمي لليونسي اللي هم في الأصل كانوا يخدموا عند عرفهم سليم الرياحي، راهو سليم الرياحي هو اللي كان عرفهم، راهو ماهمش هذايا يوسف العلمي مش حب في النادي الافريقي، راهو سليم الرياحي ما وصل لاختار النادي الافريقي كان ما يحب يحطم النادي الافريقي، حب يحطم النادي الافريقي، جبد معاه كي خرج خلى تركه خايبه اللي هو اليونسي، اليونسي خلف تركه اخرى سيئه اللي هو اليونسي، هذوما كلهم ناس معناها الهم نتاعهم معناها يخدموا كان عرفهم سليم الرياحي، سليم الرياحي خلى النادي الافريقي مساله وهرب، انسان هذاك اختار كان على النادي الافريقي، الهيئات المتلاحقه اللي خلاهم كلهم اختار لا فاهم واحد يصلح، وانتم شفتوا كيفاش النادي الافريقي قاعدين نعيشوا بقدرة ربي، قاعدين ننتصروا بقدرة ربي مقابل ننتصروا فيها واربع مقابلات ننهزموا، ماهوش هذا النادي الافريقي اللي احنا نحبوا عليه. صحيح اليوم فرحانين، انا واحد من الناس نفرح تربح النادي الافريقي في اي فرع من الفروع، راني نفرح وهذيك هي فريقنا وهذيك هي اللي نحبوها، ومعمرنا ما كنا النادي الافريقي نحي وخشمنا من وجوهنا، هذيك هي النادي الافريقي، هذيك هي فريقنا، هذيك فريق الشعب، هذيك الفريق اللي نحبوها. ان شاء الله النادي الافريقي معناها حتى بذل هالملاعبيه هذم وبذل الضعف الشخصيه اللي عند الملاعبيه ان شاء الله يواصلوا المقابله هذه ضد تطاوين. نقولوا تحيه للجمهور، ما نقولش تحيه للملاعبيه اللي سجلوا عادي، راهي فريق تطاوين عندهم قريبا 15 يوم ما تريناوش، يعني ماهيش حاجه كبيره انتصرت على تطاوين، فريق تطاوين ما عندهمش فيزيك مو قوي يعني، ولكن نفرحوا النتيجه، فوز باربعه مقابل واحد، النتيجه هذه خلاتنا عندنا اكبر فارق اهداف في الفرق اللي تلعب في البلاي اوف، هذه كما قلت لكم عمرها ما صارت لنا، ويعطيهم الصحه، يعطينا الصحه احنا زاده جماهير النادي الافريقي اللي الناس تشجع اليوم، كي تراو تيران كيفاش معبي وكيفاش الناس معناها تدز مع جمعيتها، والناس فرحانه معناها بالرغم اللي كنا في مهز اللي خسرناها في مقابله الكاس، يعني ما نجم نقولوا كان النادي الافريقي تبقى ديما النادي الافريقي، معمرها ما تطيح النادي الافريقي. فرع السله البارح انتصروا معناها ورجعوا النادي الافريقي للواجهه باش ينتصر بالبطوله والكاس، نفس الشيء النادي الافريقي اليوم انتصرنا حفظنا ماء الوجه لا اكثر لا اقل في كره القدم، ولكن راكم شفتوا كيفاش صابر خليفه على الذكر معناها قبل المقابله هذه معناها قال راني مانيش باش نشارك في المقابله وراني مش نعلن الانسحاب نتاعي من النادي الافريقي قبل الاجواء، نقول لك يا خويا برا في الامان وربي معاك، وانت هات المهمه نتاعك ما عادش عندك قدره باش تدافع عن النادي الافريقي، لولا بعضك الاموال اللي كنت تحبها من النادي الافريقي ما تقعدش في النادي الافريقي وانت تكركر هكاك وتلعب تقولش عليك عامل مزيه، نقول لك باي باي وفي الامان. فهمتني زهير الذواد اليوم الناس برشا ناس تكره زهير الذوادي، انا واحد من الناس من جمله الكبار الكل اللي يلعبوا في النادي الافريقي، الوحيد اللي انا واحد من الناس نعزه ونقدره ومعناها ومهما كان مستواه هو زهير الذوادي، راه زهير الذوادي الانتصارات اللي قام بهم ضد فريق الترجي الرياضي وضد فريق النجم الساحلي وفي برشا مسابقات والبطولات اللي تحصل عليها تشفع له زهير الذوادي باش يكون ديما هو عنده مكانه في قلوب جماهير النادي الافريقي بالرغم اللي بعض الزلات ساعات تصير، وهكا كي تعمل عليه يسجل وجو به، انا ضربه جزاء حطها ولا باس عليه واموره به. شهاب العبيد ان شاء الله يواصل فك المستوى ذاك ويقدم القدام. نادر الغندري معناها النادي الافريقي تتحرك بنادي الغندري، كان نادر الغندري في فورمه ربحنا، كان نادر الغندري ماهوش في فورمه ننهزمه، وهذه راهو يلزم ما تصيرش، يلزم تكون النادي الافريقي الملاعبيه هذا يكونوا رجال ولعبوا على الدرابو نتاع النادي الافريقي، ما تهبطوش هم هبطين ايديكم وتحبوا الناس تحبكم، راهي الناس تكرهكم، راهي الناس تدعي عليكم بالشر، كونوا رجال مع النادي الافريقي تو الناس تحبكم وتو قدروكم ونعزوكم، وتحيا النادي الافريقي. وان شاء الله المقابله الجايه عندنا برشا حديث على مقابلة الاتحاد المنستيري في المنستير، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي في النهار الفضيل ننتصر على فريق الاتحاد المنستيري وتكون عندنا مرحله جديده انطلاقه جديده، لعل ربي يحدث امر والنادي الافريقي تكون من الفرق الاوائل في الدوري التونسي وترجع النادي الافريقي كما نحبوها وكما نعرفوها وتعيش النادي الافريقي. فيفا فرز السياره.